تشرفت بتمثيل الجماعة الحضرية لمدينة طنجة لعرض تجربة الجماعة في تدبيرها لمرفق حيوي جدا اللي هو تدبير وترشيد المياه. طبعا أشكر المؤسسة المتوسطية للتعاون والتنمية على إتاحة هذه الفرصة من خلال الملتقى الثالث واللي جعلت له العنوان ديال الحكامة أو تدبير الماء والتغيرات المناخية. فطبعا الجماعة كجزء من اختصاصتها هو هذا المجال، تدبير هذا المجال طبعا مع شركاء آخرين، فإن كانت الوزارة هي المعنية فطبعا هناك الوكالات، هناك الجهة، وتبقى الجماعة الترابية هي شريك أساسي في هذه العملية. جماعة طنجة بصفتي كنائبة مكلفة بتدبير المفوض اشتغلنا على هذا الملف تحت إشراف السيد رئيس جماعة طنجة الذي حاول جاهدا أن يرقى بهذا القسم بهذه المصلحة إلى قسم في إطار الهيكلة الجديدة للجماعة، وهو عازم على أن يكون تحت إشرافه على اعتبار أن هذا القسم هو من الأقسام التي يمكن الاعتماد عليها في إطار تنمية مداخل الجماعة، خصوصا في هذه الظرفية اللي كتعيشها جماعة طنجة، الظرفية الإكراهات المالية من جراء يعني ما يحدث من اخ يعني من تسويه وضعيه ديال المواطنين الذين نزعت ملكيتهم، وبالتالي كان له اثر سلبي. فالمفروض اذا من الجماعه ان تبحث عن بديل من اجل تنميه مواردها الماليه. طبعا من احدى المنابع اللي ممكن ناخذ منها يعني نرقاو بالحصيله ديالها او بالمردودية على مالية الجماعة هو قضية الفاتورات التي تؤديها الجماعة سواء على مستوى استغلال الماء أو الكهرباء. الآن في هذا الملتقى كان الموضوع اللي هو إشكالية كتعاني منها كل جماعة وهي ارتفاع فوترة الماء، خصوصا بالنسبة للبنايات أو المرافق التابعة للجماعة المحطة الطرقية، المجزرة، الأسواق العمومية، المناطق الخضراء، يعني كل ما من شأنه أنه كيستعمل هذه المادة الحيوية اللي هي كتعتبر أساسية في مداخل اللي كتدخلها في الإنفاق اللي كتنفقوا عليه الجماعة. فالجماعة كما قلت أخذت سياسة أو انتهجت سياسة لتدبير هذا المرفق من خلال اولا التشخيص ووضع اليد على الداء. لماذا؟ وحنا تساؤل كبير من خلال يوم الدراسه اللي كانت تنظم داخل الجماعه تحت اشراف السيد الرئيس وطبعا المكلفين بهذا الملف واشراف كذلك احد نواب العمده اللي هو يهتم كثيرا بهذا الملف مع رئيسه القسم المكلفه بتدبير المفوض كموظفه. و يعني بحثنا في الاسباب الكامنه وراء هذا الاسراف في الاداء ديال الفاتورات طبعا بتنسيق مع امانديس، فاستطعنا ان نوصل الى نتائج مهمه جدا بعد التدقيق في البنايات التابعه للجماعه واللي فيها الفاتورات ديال الاستهلاك ديال الماء خاصه مرتفعه جدا، شفنا في المرافق العموميه. وطبعا بعد ذلك تم التدقيق في موضوع السقايات اللي هي العدد ديالها كبير كيغطي واحد المجموعه ديال الاماكن في المدينه واللي للاسف تستنزف عبرها ماليات الجماعه من خلال الفواتير المرتفعه اللي كتجينا. وحقيقه كان عندنا عتاب لامانديس لانها لم يعني تقوم بدورها الاساسي في اخبار الجماعه بهاد السقايات او الحنفيات او التصرفات اللي وقعها في واحد المجموعه ديال او يعني هذاك الاستعمال الغير قانوني لبعض البنايات الموجوده داخل المرافق العموميه كالمحطه كسوق الجمله واللي كيستغلوا الماء بطريقه عشوائيه وهما مؤسسات لها مشاريع خاصه. شو الاجراءات اللي قامت بها الجماعه؟ نعم الاجراءات اللي قمنا بها هو زياره الى عين مكان كل المرافق
بالاضافه الى جوله في الاحياء بالتنسيق مع المقاطعات اللي كان عندها دور كبير من خلال المنسقين ديال المقاطعات اللي كيحضروا معنا في الاجتماعات الراتبه اللي كنعقدوها كل يوم اربعاء اللي كيوضعونا في الصوره بالفعل انه يصعب على الجماعه في ظل الاكراهات اللي عندها سواء على مستوى الموارد البشريه او الماديه باش ينتقل كل واحد ونحرصوا على متابعه تتبع كل سقايا او كل مرفق ولكن يعني كانت رسالة موجهة إلى المعنيين المسؤولين أساسا في هذه المرافق على أساس أنهم يدقوا لنا في هذه المسألة ويعطيونا الأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع. كانت رسالة موجهة للأمانديس كنحملوها فيها المسؤولية ديال عدم إخبار الجماعة وكان تواصل مع المواطنين في عمليات ديال التوقيف بعد العدادات اللي هي مرتبطة بالسقايات على أساس أننا نوجدوا بديل نوجدوا في نفس الوقت اننا نرشدوا النفقات اللي كتمشي لنا في هذه القضيه ديال الماء والشرب وفي نفس الوقت المواطن ما نضيعوش فكان هناك نحس على التوازن بين الامرين ان المواطن يستفيد من حقه كمواطن ومن حق الجماعه تزودوا بالماء وكذلك من حق الجماعه انها تحافظ ترشد النفقات ديالها فيما يخص هذا المجال فوقفنا على حل مجموعه ديال الامور اللي هي كان مفروض بالتنسيق مع الرئيس وبالامر ديالو اننا نوقفوا واحد المجموعه ديال السقايات سواء اللي كانت منها خارج المدار ديال طنجه لا يعقل انها كانت هذوك السقايات ديال المناطق الخضراء والسقايات اللي كيستافدوا منها المدن الاحياء وهي خارجه على المجال الترابي ديال الجماعه وحنا اللي كنأديو الخوطره فهذا تم الايقاف ديالو وهو اللي شرتلو في المداخله على اساس ان هناك واحد المجموعه ديال السقايات تم التوقيف ديالها على اعتبار انها خارجه على المجال الترابي ثم كان هناك كذلك توقيف ديال السقايات اللي داخل الاحياء مزوده كلها بالماء مع كيف ما قلت اخذ الاعتبار هذوك الناس اللي ساكنين اننا ما نحرمهمش الماء وبنا معاهم تسهيلات بالتنسيق مع امانديس اللي هي المرفق المكلف بالتدبير المفوض ديال الجماعه. طبعا السياسه ديال الجماعه ما اقتصرت فقط على السقايات وعلى هذا الشيء ديال لي بون داغوزاج هذوك اللي كنسقيو بهم المناطق الخضراء بل مشات بعيد اطار المساهمه ديالها سواء على تعميم استفاده الساكنه بالربط بالشبكه المائيه اللي انتقلت من 80 وهذا بتضافر الجهود ديال كل المنخرطين والمساهمين الشركاء من 80% الى 96 سنه 2016 كذلك من ضمن المجالات اللي اهتمت بهم الجماعه هو المشاركه ديالها الفعليه من خلال الاسهام مع الشركاء الاخرين في اطار الوقايه من الفيضانات وهنا كان عندنا تدخل على مستوى حوض ديال الورده في اتجاه الحي ديال بن كيلان حوض ديال بافلور اللي كان ماشي في اتجاه ديال السوانيب تقريبا اكثر من 4 ديال الكيلومتر في كل المحورين ثم محور ديال شارع القدس اللي كان مؤخرا فهذه الاستثمارات استطعنا الجماعه نساهموا ب 2.3 ديال المليار درهم بالنسبه للماء الصالح للشرب وبالنسبه لمجال التطهير السائل كذلك قضيه اخرى ديال ايجاد بديل على هذوك على التبذير اللي كيوقع على مستوى السقي وعلى مستوى السقايات يعني السكان خاصه المناطق الخضراء لا يعقل او لن ما يمكنش نقبلوا انه يستمر هذه الطريقه ديال السقي سواء على مستوى الاليات المستعمله او سواء على استعمال الماء الصالح للشرب فهنا طبعا كنتمنوا القرار اللي كان جا ديال بناء ديال المحطه الثلاثيه اللي تبنات بوخلف اللي الهدف ديال الاساس وبالدعم من الجماعه على انه غنستعملوا المياه تصفيات المياه العادمه غنحولوها الى مياه اللي يمكن نستعملوها عوض الماء الصالح للشرب نستعملوا بها السقي والمدينه تحتاج الى هذا المجال على اعتبار انها مدينه اللي كتوسع مدينه اللي هي سمحت كتعتبر قطب ثاني اقتصادي في المغرب على اعتبار انها هناك عنايه مولويه خاصه بهذه المدينه اللي هي اكبر مدينه على مستوى جهه طنجه تطوان الحسينيه فبالتالي احنا نستحضر انه من واجبنا كمنتخبين اننا نرشدوا هذه القضيه ديال المياه لان اشكاليه المغرب كما قلت ما كيعانيش من الندره ديال المياه قدر ما كيعاني من التدبير ديال المياه طبعا كيف ما قلت في البدايه ان
رئيس الجامعة كيحرص بشكل جدي على أن هذا الشيء يكون تدبير ديالو تدبير معقلا، وحرص ويحرص على أنه وعد بأنه غيدعم هذا القسم هذا سواء على مستوى الموارد البشرية أو توفير الإمكانات المادية اللي تخول هذا القسم أنه يشتغل عن كثب بالمراقبة والتتبع، سواء على مستوى الماء أو على مستوى الكهرباء استهلاك الكهرباء. والحمد لله استطعنا في ظرف وجيز أننا نوفر الجامعة ما يناهز 8 ديال المليون ديال الدرهم في الظرفية وجيزة. هذا فقط يعني في هذه الملفات اللي فتحناها، ولا زلنا نباشر بحيث أن البنايات اللي هي ما تبعش الإدارة الجامعة الترابية ما يمكنش نزودوها احنا بالماء إلا كان ضروري، لأن كاين بعض البنايات اللي هي تبع للجامعة والجامعة تدعمها في القضية سواء على مستوى البناية ولا مستوى استعمال الماء الصالح للشرب، ولكن خصو يكون فيها ترشيد على أساس أنه ممكن يمشيو بعيد على أساس نوضعوا حد للاستهلاك. إلا فتي هذا الاستهلاك راه ممكن تضطر، وهذا من الوسائل اللي ممكن يعني نعالجوا بها هذه الظاهرة ديال التبذير ديال المياه. طبعا هذا الشيء كيتماشى مع القانون ديال الماء اللي هو القانون 1095 اللي كياكد على التسيير اولا المندمج والتشاركي ولا مركزي، وحنا غنحاولوا حتى الجمعيات اللي غتقدم مشاريع اننا نشجعوها في هذا الاطار سواء عن طريق المشاريع او العمليه التحسيسيه، لان هذه العمليه كتحتاج الخيرات ديال المواطنين ديال المجتمع المدني سواء فرادى او جمعيات من اجل اننا نتعاونوا جميعا باش نوقفوا هذا الهدر المائي. ما نبقاش نتكلموا على الهدر المدرسي، راه كاين هدر مائي كاين هدر كهربائي، اللي كنتمنوا اننا في هذه الولايه نستطيعوا اننا على الاقل نرجعوا الامور الى النصاب ديالها، ونكونوا ساهمنا وخلينا بصمه على اساس ان هذا المكتب المسير مع المجلس استطاع انه يرشد النفقات داخل الجامعه الترابيه. الى قرار السيد هو بخصوص سرقه الماء سرقه الكهرباء اخص الكهرباء، كاين بعض دوك اللي فقود دابا ما نتذكروش عليهم. دابا لقينا كما قلت اثناء الزيارات الميدانيه اللي قاموا بها سواء المقاطعات بالتنسيق مع المسؤوله عن قسم ديال التدبير المفوض، راه وقفنا على كوارث حيث ان لقينا بنايات اللي كتستعمل الماء والكهرباء ديال الكهرباء بالخصوص من خلال اخراج بشكل غير قانوني، واحيانا لقيناهم كيخرجوا لا الماء ولا الكهرباء بطرق يعني بشكل علني، ولكن للاسف ما كانش العمليه ديال الاخبار ما كانش، وحنا هادشي احتجينا على امان ديس قلنا ما يمكنش، كان خصك تخبرنا انت اللي كتقرا العدادات باش حنايا كان خصنا المفروض يكون اخبار ديال الجماعه بهاد لي فغود اللي كاين. هي حتى امان ديس تعاني من هاد لي فغود هادو، لان الكهرباء كيمشي وعلى من كيتحسب ما نعرف. حنا كذلك كنعانيو من على مستوى الاناره العموميه، كتلقى مجموعه ديال الناس كيستافدوا يعني بطريقه غير قانونيه وما عندهمش حق انهم يستعملوا الماء ولا الكهرباء ديال الجامعه سواء في البناء العشوائي سواء في يعني شركات او بالتالي هذا الشيء خصو نوضعوا له حد، وحنا عازمين على اننا نتابعوا هاد الناس، ويمكن يكون المتابعه تكون تحت في اثر رجعي، يعني الناس اللي هذه 5 سنين او 6 سنين او 7 سنين كاين اللي ربما منذ زمان هو كيستغل الماء ديال المحطه او كيستغل هذه. احنا جلسنا معاهم قلنا بان خصهم يدخلوا العدادات ديالهم ولا هذا الامر هذا، فالى ما الى ما ما نصاعوش ما استمروا الى استمروا في استهلاك ديال الماء اللي كتاديه الجامعه غتكون اجراءات قانونيه متابعه قانونيه. نتمنوا انه حنا يكون الميساج ديالنا وصل، لان راه ما غنتراجعوش غنستمروا في العمليه ديال التدقيق في طريقه الاستهلاك ديال الماء والكهرباء. لا يعقل ان الجامعه تبقى بهذه الطريقه كتادي على ناس اللي عامله مشاريع تجاريه كتضخ عليها اموال والجامعه هي اللي تخلص. المهندس كذلك بسط اليد ديالها بحقيقه في النهايه يعني خبرتنا بانها ممكن تعمل اقصى ما يمكن من تسهيلات لهاد الناس باش ما يبقاوش يستعملوا الماء والكهرباء اللي هو كتاديه الجامعه في اطار تسهيلات ديال الاداء او شيء من هذا القبيل.